قصة طريفة يا بريان لو رجيا وهذا كورنان ترجمة الشيخ كآخر شيخ الباني وذلك عدنان عرعر لو ننجري وحوك الشيكي ما مضي حاسك وينا شيخ الباني وحاسكو دعي الشيخ الشيخ حنا سيدة الباني شيخو مرتب بضن بولها أصحاف رب بضن بولها دليد يدبع اللغة إيماني مكتبة وين ومسايدا بكوين بوهايستي نظافين ما هو تين نظافيو لجوجلو مرتدي الله صوره وحلو كريو لقابلو عليه اسمه كبار يكون نقط وأنا وين أتمام مدي أيدي الشيخ بقى إسقابتي أو شو وقت كات صلح بقى الله قبى هذا إن لا نحكله عدنا نعرض الشيخ أرد جسابه لو ينا كان نحكل أيوه وحكوه رمري ما مدي بره هذا الحاسكي شيخ بره هذا شيخ البر وحنا قول حنا أنا مدعي ورب شيخنا إيه أيوة مدعى عليه أنا قرط هذا يقول بالله ما يوحوري قبرنا نقول بالله بهاي حكم بعد قد قتين قرت إيدا شيخو حروق بقى النقطة أرض قال النقطة قرت أنا إيدا سو حكميها حرب أنا أيضا نقول بالله بهاي هذا هو ظلمي صاح هذا يلي إنه وين كان أحبها هاي ما يبل وضبوري أرض إيدا هذا بقى النقطة قبرنا بقى هذا الشيء قال دورك مركي لما يسي يعدنا عرعر وحول الشيخ الباني وظالم باطا وما انا ظالمة هداني يدقيس وحال الربعين المدعي يدقيس ومدعي يدقيس هل نعم بعد دقيس تقول ماذا حكمتا وان كو حكومي ظالم باطا سا حكمكم كو قادم سوان كاتقا وان قاطبور محال حكمت لك وحال حكومي gabadha waa dulantay shaqaysa ka bixi karin baad la timid hawlo badan baad la timid inaa caawisana waa diiday waxaan kugu xukumay haas labaad inaad guursato oo maamada caawiya maktabada iyo martida soo dhaweynteeda iyo shaqaalaha iyo hawlaha qabata ayaduna gurigii carurta waaweyn ha ku ekaato zaalim baa ta hawl ka badan baad ku mashaqaysay maamadii gabadh yar waanaad keento islaanti masayr baa taaftay بحيث الشيخ هاو شطان انا اسكو قوانا فرحة كقاط بيت هادي الله غزل وعيد انت اسلانير لك يلي لها هاو شطان بانا كف كيري انا كف لاني خير الله كسي شيخ عمر ميوح كنت ورطين الدالم يا بس اسكتك بيت اسلان دم مجرد مرك ورطة رقيني يا حاسك لما كان حقا لو هاو لدي بضم باكتفاد ولا تتركها كتاقين أخي الله أبيك مسألة دين دوي أبها صاحب دي والدك أو ضدك يا صاحبك الله إيه والدك حريرين تري أصغن وحريرين تري هكذا تجن ولقا الحديث بقى قط يمد ضدك والدك هذا وتعلانين كي جوية كتجا نور كيس إلهي الدمية حديث عبد الله بن عمر هذا مفردكم مرتين شغل بان نصحين تري كي عبد الله بن السلام موقوف كي في التوراة بقصة جاية وركا سجى نبينا ولا جوريا موقوفا ومرفوعا صحابة بضم سلف بضم باش أهل ود أبيك هجون فيطفئ الله نورك نورك إلهي كاد منيا وحكوشد ما هي متجر ولا عفوا ولا تترك كتجن أخي لا أبيك أي أصحاب أبيك أبها تذكر شعلاء أصحاب أصدقاء وكتجن وارد كلام بالوجه فإن أخي لا الأبي أبها صاحب دي ميراث للابن أبها صاحب ذي وميراث للابن وولدك ولد كده حلك يسوي وهنتو أبها أبو ريوي والدك صاحب ذو السمي يدث قعل كايا كحرنا يا معارف تبلارنا وده حلو كايا قتل محضو بيلين ده حلو أبها كايا قتل يوي وبيرو كو أبو ري وش في عم بكو هيا دي بو فيري رقا والدك في عنو أي دليل إلى يومنا هذا وحق أركي سادقائي كحرنا يكون حرنا يا أبها هبل بانو صاحب أهاي نينك وإن هبل ولي قال أضوح ما أطرن أقوات سلان أقو ما أتقن أيها هلب كي يوجك يمعرفة إلى اللي مركة دحل يهنتو أبو ريوي علاقاتك اجتماعي صداقاتك دقو وكتقي هو يأي كتقتي إلى اللي أكو خمار أديك إله النور كاد مني ولا تأمن من أعداء أبيك سيدوك لأبها عدو جيسي هكا أمن نقونين نينك أبها عدو أها أدوكم حقوق سمينية نينك عدو أنا هم بعد عليه حيد كيسجو ترن كيسجو لا دجال وكو صغير سوجني وهلس
ولا تدخل هذا حق قالين ولا تتكلم أنا كهل بين المرأة وزوجها نني حاس كلا ما كهل حق له والخيركم قبته ورسود القاتة كر كاسة لا دبل جوكتية هوسلو مدقو هاي لو حلقية بازلاند حساب هذا كبع كرنا يجكت وذي يقول ناسنا وكدره مركا كر بالس كاو قد ثرواب بالنقطة هوسلو مدقو مركا هنا ظروف كلفتها مبين ولا تدخل هقلين ولا تتكلم هكها اللي بين المرأة هويني وزوجها ننك يدي لما كان حق قالوا اللهم إنا قصبنا تموية قصة طريفة يا بريان لو ريتشيا وهذا كورنا عن ترجمة الشيخ كآخر يا شغل باني وذلك عدنان عرعر لو ننجري وحكى الشيكي ما مضي حاسك ويناي شغل باني وحاسكون عي الشيخ الشيخ حنا سدى الباني شيخو مرتب بضن بولها أصحاف رب بضن بولها دليد يدبع اللغة إيمانيي مكتبة وين ومساجد بكون بهايستي نظافين نظافة إن نظافيو لجوجلو مرتدي الله صورو وحلو كريو لقابلو عليس بيك بعد كل نقط وأنا وين أتمام مدي أيد الشيخ يبقى إسقابتي أو شو وقت كات صلح بقى الله قبها هذا إن لا نحكله عدنا نعرف الشيخ أرد جسابة لو ينكر نحكل أيوه وحكوهر مري ما مدى بود هذا الحاسك شيخ بود هذا شال بروح أنا أقول حنا أنا مدعى ولف شيخنا إيه أيوة مدعى عليه أنا قرط هذا يقول بالله ما يقول الجوار نقول بالله بهاي حكم بعد قد قتين قرط إيدا شيخو حروق بقى النقطة أرض قال النقطة قرط أنا إيدا سو حكم مياه حرب أنا أيضا قبل الله بهاي هذا واضلمي صاح هذا يلي إني وين دكت أحبها هاي ما يبل وطبوري أرض إن هذا بود نقطتين قواد بها هذا الشيء قواد ورك مركا لما يسي يعدنا عرعر وحول الشيخ الباني وظالم باطا وما أنا ظالمة هداني قد قيسو وحاضر ربائنا مدعي قد قيسو مدعي قد قيسو هل نعم بعد قيسو تقول ماذا حكمتا وانكو حكومي ظالم باطا سا حكمكم كو قادم سوان قاتقا وان قاتبور محاض حكمتا لك وحاون حكومي قبل واد ولنتي شقيس كبح كريم بعض الله تيميد هؤلاء بدن بعض الله تيميد أنا عاوز أنا وادي ده وحنا كوي حكومي حاس لبعض إن تجورسته وما مر عاوية مكتبة إيو مرتين سود وين تي إيو شقالها إيو هؤلاء قبطة أيضونا جورجي عروت ووين هكو أكاد ظالم بعض هؤلاء كبدن بعض كم شقيس ما مدي قبل يروانات كنت إسلام مصير بعض أفتح فحيت الشيخ هاو شطان هاو سكو قبانا فرحك قطبت هذه اللو غزل وحيت انت اسلانير لك يلي لها هاو شطان بانا كفكير انا كف لاني خير الله كسي شيخ عمر ميوح كنت ورطين وداليم يا بس اسكتك بيت اسلان دم مجرد مالك ورطان اني حاسك لما كان حق الله هاو اللي بدن باك اتفاد وبين التلميذ واستاذه شيخ يا أردين لما كان حق له يعني حكم شرعي يريدوا كموسى تلاقي له حوض معين وحوش كل يوم حكمة حكمة وال قبل حكمة وحكينا إذا مرك قاركوت إن هذا فرصة مكة لو هوش النبي الله سليمان ويري كان مدي أيدين كل جوي ويلكي ها آه. طيب وبين التلميذ وأستاذه الشيخ يا أردق سلام كارد حق له وويل يا والد كي هدي وحب لهم باكر دحيا مركا صلح بالغوا ذا ورهوش هذا ما يستكدا ورضو الشيخ باتي يقول كن ورويل وأباه كأمر قاب وبين العبد ومولاه أظن يا سيد كي سلام كارد حق له وبين الأب وابنه والد يلمي سلام كارد حق له أيها خفي عين هوش هذا حلستان والسوء أن يسجد لكن قر يا حاجة لك ما تقول وفر صدر هيرها وضر شيء حجالة إنك جر نحنا وكل جينية ويسكدي ليا وحلو بوي قال سعر يا قراواتك إيه حاجة جريت لقمة دقو جيد لما جيو